صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. والبداية بتصفية كان المغرب. المنتخب الوطني التونسي دخل الجولة الأولى بانتصار من منتخب مدغشقر بهدف للصفر. انتصار كان صعب، مشكل الهجوم كالعادة بالنسبة للمنتخب متاعنا، مشكل مش من البارح، عنده تقريبا عام وإلا أكثر. المنتخب ما كانش منسجم، ممكن حصص تدريبية ما زادتش حاجة كبيرة بالنسبة للمجموعة والتحذيرات متاع المنتخب متاعنا. نجم نقولوه انتصار وكفاء، ثلاثة نقاط ثمينة تخلي المنتخب الوطني التونسي هو اللي يتصدر المجموعة متاعه بعد تعادل غامبيا وجزر القمر. المنتخب الوطني التونسي شهد عودة بعض الأسماء اللي مغضوب عليها نجم نقوله من الجمهور، كيف فرجاني ساسي. فرجاني للبارح منع المنتخب من هزيمة، كما أيضا تمكن من تسجيل هدف الفوز في دقيقة ثامنة بعد التسعين. فرجاني ما خباش الفرحة متاعه، كما أيضا ما نساش شنو عنده مشاكل ممكن مع الجمهور التونسي وخاصة ماتش أستراليا اللي ديما يقعد في البال. الحمد لله بعد شويه اليوم رجعت، الحمد لله رجعت، يعني عاونت صحابي مركز بونت وعطانا ثلاث نقاط الحمد لله. ان شاء الله فرجاني يقدم المنتخب كل ماتش كل مره يعطي ان شاء الله، وان شاء الله الجماهير يعني تكون فرحانه بينا وترضى علينا. الحمد لله الحمد لله، يعني هدف جاء في وقته، نتمنى ان شاء الله الجماهير يعني تكون صالحين. احنا همنا الكل يعني مش نلعب ونعطيو المنتخب ونربحوا ونفرحوا جماهيرنا. فترات جي يعني تعديو بفترات صعبه ما نكونوش في المستوى، من حقهم مش يتغشوا علينا، لكن احنا يكونوا مؤكدين انه اي لاعب يهبط تيراره ويحب يعطي يحب يعاون ليكيب. الحمد لله اليوم توفقت انا عطيت تروبو، انا عاونت اصحابي بجمله تروبو. ممكن جميل شويه متغشى على اللعب على اللعب تاعنا، لازم يتفهمونا شويه، يعني مكتب جامعي جديد، مدرب جديد، ملاعبيه اول موسم. اهم شيء الفتره هذه تحاول انك تاخذ ثلاث نقاط. الحمد لله اليوم بدينا فوز في اول مباراه المجموعه، ان شاء الله بعد عندنا ماتش بعد ثلاث ايام نحاول نجيب ان شاء الله الانتصار كيف كيف ان شاء الله. والماتش اللي يحكي عليه فرجاني مقابله الجوله الثانيه نهار الاحد في مدينه الجديده بالمغرب ضد منتخب غامبيا. المقابله مش تكون سهله، المنافس يعرف المنتخب التونسي كما يعرف بقيه منتخبات القاره اللي ما تسلمش في النقاط كي تلعب المقابلات هذيا نتاع التصفيات. ومنتخب غامبيا منتخب محترم جدا خاصه من الجانب البدني، فالمقابله هذيا المنتخب التونسي لازم ياخذها بجديه كبيره برشا في اطار كما قلت التصفيات وتحصيل اكثر ما يمكن من النقاط. البارحة دائما مع تصفيات الجولة الأولى، الجزائر فازت على غينيا الاستوائية بهدفين لصفر، انتصار الكونغو على جنوب السودان هدف لصفر، وهزيمة غانا أمام أنغولا بهدف لصفر. اليوم نستناو مقابلات أوغندا ضد جنوب أفريقيا، كينيا ضد زيمبابوي، جمهورية الكونغو ضد غينيا، المغرب ضد الجابون، مصر 8 متاع الليل تلعب ضد الكاب فير، السنغال ضد بوركينا فاسو، الكوديفوار، زامبيا ومالي ضد الموزمبيق. محليا الرابطة الوطنية لكرة القدم أجلت النظر في احترازات النادي الإفريقي على حساب اتحاد بن قردان وترجي الجيس بعد مقابلته ضد فريق الملعب التونسي، كان هذا بطلب من الدفاع. النجم الساحلي كان عزز الفريق بوليد القروي وفراس شوت، بينما لاعب الباني باج في فريق النادي الرياضي صفاقس لمدة زوز مواسم. دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة قدم البنات اقل من 17 سنة جاء البارح الانتصار الثاني على حساب المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف بعد الفوز في الافتتاح على المغرب. كرة السلة منتخب اقل من 18 سنة شارك في الافرو باسكيت في جنوب افريقيا وتمكن من تحقيق فوز ثاني بعد فوز على الكاميرون، المرة هذه فوز على رواندا مقابل ظهر نتيجة انها كانت مثيرة ومشوقة 74-71. تونس هي تتصدر المجموعة متاحة في انتظار بتبيعة المواجهة يوم الاحد ضد الفريق المنظم والبلد المنظم جنوب افريقيا. في الكرة الطائرة البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية في الحمامات تنطلق اليوم، زوز فرق توينسا باش يلعبوا ضد المغرب وعمان اليوم، وفريق واحد في البنات يلعبوا ضد المغرب. في الألعاب البارالمبية ممكن تونس من 2004 باش تلقى روحها خارج الصدارة العربية، بما أن الجزائر البارح حصلت ميدالية ذهبية وتونس اكتفت فقط بميدالية برونزية لرؤية جبابلي في الـ 400 متر. اليوم ل 11:05 نستناو دخول وليد كتيلة تصفيات 800 متر.
أوروبيا البارح الحدث في دوري الأمم الأوروبية، الهدف رقم 900 للدون كريستيانو رونالدو، وأهم ما جاء بعد الهدف هذا اللي سجله الكلام اللي جاء على حساب فريق ريال مدريد بالكلمة، قال إنجاز تاريخي آخر، 900 هدف في المسيرة الاحترافية، إنجاز لواحد من أعظم أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية. ألف مبروك عزيزنا كريستيانو رونالدو، ريال مدريد وجمهور ريال مدريد فخورون بك دائما. هذا ما جاء كما قلت على حساب ريال مدريد. الحقيقة الكلام اللي تقال قوي، صعيب أنه ملاعب يخرج بعد سنوات ويرجع فريق ونادي في حجم ريال مدريد يتكلم على أساس أنه إرث مش على أساس أنه لعب. إنه كريستيانو في الأخير فرحة البارح بالنسبة لرونالدو، فرحة تأكد شغف اللاعب هذايا بكرة القدم والشغف خاصة بالأرقام. البرتغال فازت البارحة على كرواتيا بهدفين مقابل هدف مع أوماج كبير كان تعمل أيضا لبيبي اللي كان مازال كيف اعتزل من المنتخب البرتغالي. في بقية نتائج حامل اللقب في ظهوره الأول بعد الفوز بلورو، المنتخب الإسباني اكتفى بتعادل مع صربيا دون أهداف، في مجموعة صدرها الدنمارك الفايز على سويسرا بهدفين لصفر. سان مارينو في العادة ما تحدثش عليها، ما عملت حاجة تاريخية من 20 سنة، فازت على لينشتينشتاين بهدف لصفر، ومن 20 سنة فوزة أيضا كان أمام نفس المنافس. اليوم القمة المنتظرة 8 غير بوع، فرنسا تلعب ضد إيطاليا بعد خيبة لورو بالنسبة للزوز منتخبات، ويلز تلعب ضد تركيا، ودخول ألمانيا وإنجلترا باش يكون غدوة ديربي تاريخي بين إنجلترا وإيرلندا، وألمانيا ستواجه المجر. في آسيا بتبيع تصفيات المؤهلة لمونديال 2026 مقابلات الكل مثيرة وعندها الحقيقة أهمية، خاصة في مجموعة السعودية اللي البحرين البارح من الجولة الأولانية عقدت الأمور بعد فوز على أستراليا بهدف لصفر بنيران صديقة. بالتأكيد نيران هذه تعطل المنافسة متاع السعودية، الانتصار كان في اللحظات الأخرانية، والسعودية اكتفت فقط بتعادل مع أندونيسيا 1-1. وممكن الكلام تاع روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي ما عندوش تأثير كبير برشا بالنسبة للجمهور السعودي، ما أثرش فيه، ما كانش تبرير وقت اللي قال، وأنه ملاعبية أندونيسيا عندهم لاعبين يلعبوا في أوروبا. الأردن تعادلت مع الكويت 1-1، ومنتخب فلسطين مع المدرب التونسي مكرم دبوب عمل انتصار أو عمل تعادل مع كوريا الجنوبية نقطة ثمينة جداً. تصفية لام سود الجولة السابعة المؤهلة لمونديال 2026، اليوم فجر الأرجنتين فازت على شيلي 3-0، تتصدر بتبيع المجموعة بفارق كبير على الأوروغواي 18 نقطة، والمنتخب البرازيلي منتظر اليوم الثانية فجرا يلعب ضد الإكوادور وهو متأخر في الترتيب السادس بسبع نقاط. أنهي بالباسكيت وصور لأهم نجوم الباسكيت العالمي على مدى أجيال، صورة شكلية بتبيعة، واللاعبين النجوم الكل يستنوا في الكينج ذا جوت بتبيعة ستيفن كوري اللي شفناه خاصة في الفترة الأخرانية في فرنسا في الألعاب الأولمبية، ملك 3 نقاط. وشكون النجوم اللي تعدى معاهم ستيفن كوري؟ هم على اليمين وعلى اليسار صور كما قلت شاكيل أونيل، ماجيك جونسون، كريم عبد الجبار، ليبرون جيمس، مايكل جوردن، لاري بيرد، وتشامبرلين، وطبعا الراحل كوبي براينت. صورة كبيرة وممتازة وتنجموا تشوفوها في مختلف المواقع، رغم أنه انتقادات كبيرة وأنه كوري ما ينجمش يكون مع نجوم هذا. نخلي لكم بتبيع النقاش والناس المغرومة بالباسكت. هكا أنا كملت معكم موعد هذية من أخبار رياضة، نتقابلوا إن شاء الله في موعد قادمة. أجمل تحياتي نجوى طالبي. فلاش سبور إشهار لمباي بلاد يدوم 15 مرة أكثر ويستهلكوا 5 مرات أقل وينقصوا من فاتورة الطاقة. أما الإنارة الطبيعية ما عندهاش عمر.